يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخي، أختي، تريد أن تنتفع بمالك؟ جمعية مسلمي لو هافر وعبر مساجدها هدفها العطاء ليس الأخذ، تزرع اليوم حتى تتمكن الأجيال القادمة من الحصاد. بهذه الرؤية نحقق لك أمنيتك من خلال استثمارك معنا في الوقف الخيري، ونمنحك الفرصة للمساهمة في مشروع الوقف الاستثماري بشراء مبنى بقيمة 250 ألف يورو وترميمه وتوسيعه ووقفه، والذي سيساهم في تطوير العطاءات التالية: تكوين الأطفال والكبار رجالاً ونساءً صغاراً وكباراً في تعليم لغة القرآن، تحفيظ القرآن الكريم، التعليم الشرعي، الدعوة والإرشاد، الجمعة، أعمال البر والخير، مشاريع استثمارية. نحن موجودون أولاً لخدمة آبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأقربائنا، وأن نكون أيضاً في خدمة بيت الله وعمارها، وأن نكون في خدمة الفقراء واليتامى والإنسانية جمعاء. همنا وشغلنا الشاغل مستقبل الإسلام ومستقبل الأجيال القادمة، حتى نمكنهم من حماية عقيدتهم من خلال تطوير الأنشطة المسجدية، ولكي تشيع قيمنا الإسلامية في مدينتنا ومجتمعنا. إن الأموال التي تأمننا عليها هي استثمار للأجيال القادمة. كن فخوراً بالمشاركة في تأسيس مستقبل الإسلام معنا. بادر وساهم في نشر هذا الخير.